الحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته، لربي الحمد كما ينبغي لإلهيته وربوبيته ورحمانيته ورحيميته وملكوته، لربي الحمد كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وكلامه، لربي الحمد بما خلقنا ورزقنا وأطعمنا وأسقانا وشفانا وهدانا وعلمنا وفرج عنا، لربي الحمد كما ينبغي لجنته وبره ورضوانه، خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، علمنا من جهالة، هدانا من ضلالة، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا مسلمين. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ألقى بها الله، أجدد بها الإيمان وأثقل الميزان وأخسئ الشيطان وأفك الرهان، أعرف بها دربي وأدخل بها قبري وألقى بها ربي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم ونجاة من كل هلاك وثباتا من كل فتنة وصبرا من كل جزع وأمنا من كل فزع وسترا من عورة وإطعاما من جوع وسقيا من ظمأ، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث بذل الأسباب أو لم يبذلها، فالله هو الرزاق إذا شاء رزق عبده من حيث لا يحتسب، فهو الوهاب الذي يرزق بأسباب وغير أسباب. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك اللهم من مصارع الغفلات وخواتيم السوء، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقياك. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يبدي لنا حرصه على أمته إلى يوم الدين، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن
يدل أمته على خير ما يعلمه، على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ونحن أيها الأحباب في آخر الأمة ولسنا في أولها. ذهب الأولون السابقون المهاجرون بالخير ونجوا، ونحن في زمان الفتن. فليكن شعار كل مسلم منا: اللهم سلم، اللهم سلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. بقية الحديث: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، أي الفتنة اللاحقة ترقق الفتنة السابقة لأنها أعظم منها. معنى هذا أن الناس يزدادون فتنا ولا ينقصون، يرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم والنسائي. من أراد أن يزحزح عن النار، والنار لها جذب وشهيق، والزحزحة صعبة لا يطيقها إلا ملائكة بأمر الله رب العالمين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما النجاة؟ قال: النجاة أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو على حساب المال والوظيفة والأرض، وعلى حساب كل متاع زائل من متاع الدنيا، إن نجا إيمانك بالله واليوم الآخر فأنت من الناجين يوم القيامة إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: وليأت للناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني انظر إلى حقوق الناس عندك فأدها، كما أنك تطالب بأدب واحترام ما لك عند الناس. فلا تكن أنانيا تأخذ مالك وتمنع ما لغيرك، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا كلام عام يسير تحت مظلته كل مسلم، وليوازن كل إنسان نفسه بين حق يطالب به وواجب يدفعه إلى الآخرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه، سراياه جنوده أعوانه من الجن، والجن يستعينون أيضا بالإنس، شياطين الإنس والجن سرايا جنود كتائب فيالق فصائل مخابرات، كلها من شياطين الجن. فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، يعني المقرب عنده هو أعظمهم فتنة للناس. ف
ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم موازين عظمة الفتن، فيقول: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، أي من الفتن، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه، ثم يقول: نعم أنت، نعم أنت. رواه مسلم. إذن أعظم فتنة يقوم بها سرايا إبليس هي زعزعة الأسرة والتفريق بين الرجل وأهله، لأن الأسرة إذا تزعزعت تهدم بناء المجتمع، فوحدة المجتمع وقوته بالأسر المتماسكة على دين الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تخاصم الزوجان وشبت النار بينهما وتصايحا وتنافرا وتهاجرا، جاء الشيطان يوقدها عليهما، ولن ينقذهما إلا العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن لم يعودا إلى حكم الله فهو الدمار، ليس لهما فقط بل للمجتمع بل للأمة كلها. لهذا الشيطان يعرف من أين تكون المصائب العظام. وما ظهر الأبناء العاقون إلا يوم أن فقدت الأم والزوجة دورها الحقيقي بتلبيس من الشيطان. جاء نساء الدنيا يخدمونها، جاءت الخادمات برًا وبحرًا وجوًا، وتخلت الزوجة والأم عن رسالتها المقدسة، فالطفل لا يرى من أمه إلا ما يسوءه، يرى الزجر والنهر والضرب والمعاقبة، ويرى من الخادمة الإطعام والسقيا والتنظيف والتلبيس والهدهدة والنوم والحمل، تحمله لكي تشتري له ما لذ وطاب. فإذا غابت الأم لا يعبأ، وإذا سافرت الخادمة يبكي. هذا مدخل عظيم ومعنى جسيم من معاني هذا الحديث. لا تظن أن هذا الحديث يعني فقط تلك الخصومة الساذجة التي تحدث بين الزوج والزوجة، لا، ما من بيت إلا ويكون فيه خصومة، ولكن يوم أن تفقد الأم دورها والزوجة دورها، فتصبح الخادمة هي التي تقدم للزوج طعامه وتنظف فراشه وتعتني ببيته وتبخر ملابسه وتبتسم في وجهه، حتى لا يستطيع أن يقول ما كان يقوله لزوجته عندما تطبخ الطعام: ما أجمل هذا الطعام، لا يستطيع، لأن الخادمة هي التي طبخته. ولو قال: ما أحلاه، لغارت الزوجة ولقامت معركة لا تبقي ولا تذر. من الذي فرق بينهما هذا التفريق الناعم؟ إنه الشيطان. الشيطان بحيله ومكره، فتخرج عندنا أجيال يعقون الآباء والأمهات. ناهيك إذا كبروا وتخرجوا واستلموا قطاع المسؤولية ماذا سيفعلون؟ الذي لا يحترم أباه ولا يوقر أمه ماذا تنتظر له من الناس؟ لا يحترم أحداً ولا يرعى ذمةً، مات ضميره الإيماني، لا يخاف ناراً ولا يرغب بجنة. لهذا الشيطان التزم هذا العسكري الإبليسي وقال: نعم أنت، أنت، والتزمه على صدره. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يقمع الفتنة ويحافظ على وحدة الصف: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه الشيخان والترمذي. من حمل علينا السلاح ليزعزع الأمن، لينصب الأفخاخ والمتفجرات، لكي يهرق الدم الحرام الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من حمل السلاح
علينا فليس منا، يبرأ منه محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول لتلك الحروب الدائمة التي تستمر سنين طوالا، يتخرج من بين أزيزها أجيال لا تعرف إلا الأشلاء والدماء؟ أين هم من هذا الحديث؟ محمد يتبرأ من كل من حمل السلاح ضد مسلم، لأن لا حياة بلا أمن ولا استقرار بلا إيمان. الأسواق تغلق، الحضارة تذهب، الازدهار يفنى، وتصبح لقمة الخبز أعصر ما يكون، وجرعة الماء لا يطيقها الإنسان ولا يستطيعها. وهذه لبنان شاهدة، تجري من تحتها الأنهار وتعلق فوقها الثمار، والناس يموتون في جبالهم جوعا من الحر. لتكن لنا فيها عبرة، من حمل السلاح علينا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم حقيقة مؤلمة في أحاديث الفتن عن زمن يأتي على الناس يفقدون فيه أعز ما يملكون، وهو كتاب الله. يفقدون فيه الطاعات والعبادات. نسأل الله أن يحفظنا فلا ندرك ذلك الزمان، وأن يعمر بيوتنا وقلوبنا ومساجدنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يفنى، يتلاشى، ينمحي. وشي الثوب يعني النقش اللي موجود في الثوب، الألوان اللي موجودة في الثوب حتى يصبح الثوب قديم، تنمحي الألوان. الإسلام ينمحي هكذا. ثم يقول: حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك يعني حج، ولا صدقة يعني زكاة، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ليلة واحدة، ويا لها من ليلة مشؤومة على البشرية. يبات الناس فيها بين الخمور والزمور والمؤامرات والمكر والخداع والنصب والاحتيال، ثم يصبحون ولا يوجد من بينهم لا في الصدور ولا في المصاحف آية واحدة. بقية الحديث: وتبقى طوائف من الناس، طوائف ما لها دين يوحدها، طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يقول راوي الحديث: تنجيهم من النار. حديث صحيح على شرط مسلم. إذن لا يبقى للبشرية إلا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله تنجيهم من النار. ثم يبين صلى الله عليه وسلم صورة من صور فتن ذلك الزمان. ناس في فصل الربيع طالعين رحلة عن جبل، ما تدري لعله في منتجع ربيعي، يشربون فيه الخمر ويزنون ويغنون ويرقصون ويلبسون الحرير، وتعزف على رؤوسهم العيدان ملا الكاسات. وفي هذه الأثناء، أثناء الدخان الأزرق والقصف، يأتي فقير له حاجة في المنتجع الربيعي في رحلة الصيد والقنص، عند أكل لحم الضأن المشوي، فيمد يده يريد لقمة، يريد حاجة، يريد درهم، فيطردونه
أزعجهم، قطع لحظة الأنس، يطردونه، تعال غدا. غدا لما نصحى الساعة 10 وقت الضحى وقد ذهبت سكرة الخمر، ونمشي تحت الجبل فوق الأعشاب الخضراء لكي نهضم اللحوم ونعمل الرجيم ونستعد لحفلة أخرى، تعال نعطيك حاجتك. ماذا يقول الحديث؟ الله في تلك الليلة يبيتهم. معنى يبيتهم أي يجتاحهم بمصيبة وبلاء عظيم. من صور هذا البلاء يرفع الله الجبل الذي هم تحته في مخيمهم ويدكه عليهم، والذي يفر وينجو قسم منهم يحوله قردة تتسلق الأشجار، والقسم الآخر خنازير، ويظلون قردة وخنازير بهذه الصورة إلى يوم القيامة. تصوير عجيب لزمن الشر. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي قوم، من أمتي يعني مسلمين، انتبه، مكتوب في شهادة الميلاد مسلم، شهادة الوفاة مسلم، وفي الدستور مسلم. ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى، الحرى أي الزنا، يستحلونه، حلال. الزنا الآن في كثير من القوانين والمحاكم حلال. إذا زنى الرجل بالمرأة وجاءت وقيل لها في فصل القضاء أأنت راضية؟ قالت نعم. وقيل لزوجها أمتنازل أنت عن حقك؟ قال نعم. تحولت من جريمة الزنا إلى واقعة يفصل فيها القضاء بالبراءة للأطراف الثلاثة، ويهدر فيها حق الله وحق المسلمين والشرف والفضيلة، هذا الذي يعنيه الحديث، فيصبح الزنا حرية شخصية لا يستطيع أحدا أن يحاسب عليها. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وفي رواية يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية، روحية على وزن دروس روحية، دروس الروحية والإيمانية، هذه الدروس عن اليوم الآخر التي تزيد الإيمان، فدخلوا الخمر مع الدروس الروحية فصارت مشروبات روحية. قال والمعازف، معازف هي الآلات، آلات الطرب، العود والبيانو والقيثار والمزمار. ولينزلن أقوام إلى جنب علم، علم يعني جبل، ينزلون جنبه، خيمون، منتجع ربيعي، إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم، تروح يعني تأتي في وقت المساء السارحة، سارحة يعني الإبل، يحبون يشربون حليب الإبل وحليب الغنم، ومنظر السارحة عند المغرب منظر جميل، إذا جلس في الخيمة أو بيت الشعر واتكأ وشرب القهوة ووضع البخور الفاخر وجاءت الإبل والأغنام، منظر جميل، لكن ما يدري نهاية تلك الليلة كيف تكون، نهاية الخمر والزمر وسلب الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم، سارحة لهم، فيأتيهم رجل، أي رجل فقير لحاجة محتاج، فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، أي يضع الجبل عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم:
عن زمن الفضائح، هذا الزمن الذي ذكره الحديث الماضي زمن تدمير، يأتي بعده زمن الفضائح. لا يخفى شيء على الإنسان، يعني لا يوجد محتال إلا ويكشف، ولا زوجة خائنة إلا تفضح، ولكن لا كرامة للناس ولا نخوة ولا غيره ولا حمية. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالله، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. السباع يعني الذئاب والأسود والنمور، وحوش الطير ووحوش الحيوان، تكلم الإنسان ويكلمها، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، الصوت اللي يضرب فيه البهيمة، طرف الصوت يبدأ يتكلم، حاطين في جهاز إلكتروني يتكلم. الآن في اليابان يوجد عجائب من التقنية والتكنولوجيا حتى الإنسان يتعجب، حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، خيط النعل يتكلم وهو يلبسه، يدق له موسيقى ويكلمه ويسولف وياه وهو يلبس خيط النعل. وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، رواه الترمذي. هذه الفضيحة، إذا جاء الرجل أهله في الليل يتكلم فخذه أو فخذ أهله بما فعل أهله من الزنا، كل الخيانات الزوجية تفضح، ولكن ماذا يقول؟ لا يعترض، يعتبر هذه ثقافة جنسية وحرية للمرأة، من حقها أن تمارسها كما يقول الشيوعيون مع أي ذكر تريد، لأن مشاكل العالم والحروب قامت على امتلاك الجنس والمال، فإذا جعلنا الجنس مشاعاً والمال مشاعاً انحلت كل الحروب، هكذا تقول الشيوعية، لعنها الله ومن أسسها. أحبتي في الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، يتقارب الزمان فتكون الساعة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، والساعة كضرمة من النار، شعلة من النار شبت وطفت، هذه مدة الساعة، رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. الفرات الذي في العراق يخرج فيه جبل شاهق كله من ذهب، ولكن على كبره وعظمه لا خير فيه، يقتتل الناس على هذا الجبل، أهل الجزيرة العربية ومن حولها عندما يسمعون به تدور بينهم حروب طاحنة للاستيلاء على هذا الجبل. يقول عليه الصلاة والسلام: فيقتل عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو، رواه الشيخان. أيها الأحبة الكرام، إن القليل مع البركة كثير، وأن الكثير دون البركة لا خير فيه، فاحرصوا على الحلال، وإلا هذا الجبل الضخم سيكون مهلكة لمن يريده، لأنه لا بركة فيه، وكم من جبال من الأموال بالمليارات ذهبت بين عشية وضحاها. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أولادنا، ونعوذ بك اللهم من مضلات الفتن، نسألك اللهم حسن الاعتقاد وإخلاص العمل وصلاح النية وبرد الرضا ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبركة الدعوة وإجابة الدعاء، آمين. أطول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. عباد الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة أليمة لذلك الزمان المنتظر، بصورة رجل يسير بئيسا كئيبا حزينا مهموما، لا أهل له ولا مال ولا وطن، ويمر حين يمر على المقابر فإذا رأى القبر ألقى بنفسه على القبر ووضعه على صدره وتمرغ على ترابه ولثمه وقال: يا ليتني صاحبك، يا ليتني أكون أنا الذي فيك. يقول النبي: وما ذلك من الدين، لأن الدين هم. قال: ولكن من شدة البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تمر الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين، فإنه ما به إلا البلاء. رواه مالك والشيخان. ويصور صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة لكثرة الذهب. الآن الناس في أسواق البورصة وأسواق الأوراق المالية العالمية وأسواق الذهب، لو رأيتموها في اليابان وفي أمريكا وفي غيرها لوجدتم عالماً غير عالمكم، أجهزة إلكترونية وآلات ضخمة حاسبة، وناس وحاط كرت على إذن اليمين وكرت على إذن الشمال وكرت بإيد اليمين وكرت بإيد الشمال وكرت بحلجة، ويبدأ بحركات وإشارات يبيع ويرفع وينزل، وتليفون عن يمينه وتليفون عن شماله، وأوراق تطير وتنزل في الأرض والأرض مفروشة في الأوراق، وضجيج كأنه حشر من حشر يوم القيامة. من أجل ذلك هذا كله من أجل ارتفاع بنس انخفاض بنس، ارتفاع دولار انخفاض دولار، ارتفاع سعر الذهب انخفاض سعر الذهب. في هذا الصخب في يوم من الأيام تفاجأ البشرية أن الكرة الأرضية كلها تحولت إلى ذهب. يلتفت الإنسان عن يمينه وإذا أسطوانات أعمدة مثل أعمدة المسجد هذه تطلع من الأرض واقفة من ذهب. في أول الأمر يهجم الناس، وإذا القضية أصبحت أكثر من التراب. لماذا الذهب غالي؟ لأنه معدن نادر، أصبح الآن معدن مشاع في كل مكان. عند ذلك يتركه الناس ويغلقون هذه الأسواق الصاخبة، ويمر المجرم الذي قتل من أجل هذا الذهب فتكون له حسرة، ويمر الذي قطع أرحامه أمه وأباه وعمته وخالته وأقاربه لأنهم فقراء فيتحسر، ويمر اللص بكف واحدة وقد قطعت اليمين لأنه سرق الذهب، ويمر ويمر، وتكون حسرة عامة للبشرية إذ فقد الذهب قيمته، بل يكون التراب أغلى من الذهب لكي تقام عليه الزروع. قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض. انظر إلى التعبير النبوي، تعبير عجيب. تقيء، التقيء هو الغثيان، خروج الطعام من الإنسان بسبب المرض، كأن الأرض مريضة بوجود هذا العفن البشري، فالأرض لا تخرج لهم شيء نافع، تقيء. قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذاً، أفلاذ أكبادها مثل الإسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً. رواه مسلم والترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة
أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماماً يصلي بهم. يدخلون الناس المسجد، تقام الصلاة، ينتظرون أحد يتقدم، لا يتقدم أحد. يأتون إلى أكبرهم سن، تقدم أنت أكبرنا سن، ما أعرف أصلي. تقدم أنت خريج الجامعة عندك دكتوراه، ما أحفظ الفاتحة. أنا جيت دخلت المسجد علشان أشوف لي الوزير يعطيني علاوة. يا فلان يا علان يا عوير يا زوير، ما في. فيقف الناس بدون إمام، بعدين ينصرفون ويخرجون. أين وزارات الأوقاف؟ ما في وزارات أوقاف وشؤون إسلامية، في وزارات توقيف وسجون ومعتقلات ومشانق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماماً يصلي بهم. صححه المنذري. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً. رواه الشيخان. جزيرة العربية القاحلة هذه تعود أنهار تجري، يعني ما في داعي نروح للبيت الأبيض ونقول لا عطنا قمح ولا عطنا صناعة ولا عطنا تكنولوجيا ولا يا قطب يا متجمد تعال نسحب جبل ثلجي حتى نزرع فيه. لا، يكرم الله المسلمين في الجزيرة حتى تتفجر أنهار من باطن الأرض. وعلماء الجيولوجيا يقولون أن أرض نجد الآن تحتها محيطات من الماء العذب، ولو حدثت انكسارات في طبقة الأرض السفلى لتحولت تلك المياه إلى أنهار متفجرة تعود الأرض بها مروجاً وأنهار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولعل هذه الصورة يوجد من رائحتها ودخانها في زمننا هذا، إذا اتخذ الفيء دولا. الفيء يعني أموال المسلمين، الميزانيات التي لا تذكر. هناك دول اقتصادها قائم على نفط ولكن ما تسمع لها ميزانية، ما تدري أين يذهب فيء هذا النفط. هذا ماخذ باخرة وهذا ماخذ باخرتين وهذا ماخذ لبير وهذا ماخذ بيرين ويلا انزف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، أي يتداولونه، فئة تتداوله، هو الأمانة مغنما. الأمانة مغنم، يعني إذا أعطي أمانة، مسؤولية، إدارة، مديرية، مختارية، إذا أعطي هذه الأمانة اتخذها مغنم. كثرت عند الإمارات والأسهم والشركات، من أين لك هذا؟ من هذه الأمانة. والزكاة مغرمة، الزكاة غرم، ما يزكي أحد، خسارة. مغرم يعني خسارة، الزكاة خسارة. يا ابن الحلال طلع الزكاة، كم زكاتي؟ 1000 دينار زكاتي، أموالك بالملايين، عندك 100,000، عندي 100,000 دينار، يلا طلع منها 2500. 2500؟ كم خبزة فيها وكم خروف؟ والله قالوها وسمعتها، والله يقول لي كم خبزة وكم خروف. فمحق الله أمواله فأصبح يبيع سيارة زوجته، ما بقيت له الخبزة ولا الخروف. والزكاة مغرمة، وتعلم العلم لغير الدين. يتعلمون العلم للوظيفة، للشهادة، للشهرة، لكي يكون نجم ساطع، لكي يذكر بالصحف، لكي يأخذ شهادة نوبل. وتعلم العلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، أي يطيع امرأته في الباطل ويعق أمه في الحق.
وإلا طاعة المرأة في المعروف عبادة. وأدنى صديقه وأقصى أباه، صديقه تعال سافر على حسابي معه، يلهو ويسهو ويطرد أباه المسكين حتى يلقيه في مأوى العجزة. زوروا مأوى العجزة واسألوا كل عجوز هناك كم ولد لك، سيبكي دما ثم يخبرك بأولاده الأغنياء. أدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد. دخلون الناس المساجد لا يسبحون ولا يصلون ولا يذكرون، إنما للعراك والشجار والجدل والبيع والشراء، وتصبح المساجد أسواق. وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم. القبيلة يسودها الفاسق، وكان زعيم القوم أرذلهم، زعيمهم يعني السلطان أرذلهم. وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات، القينات يعني المغنيات، الجواري اللي تغني بالحفلات الساهرات الراقصات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ويصبح هذا اللعن شعار، وتكفر الصحابة ولا ينهاهم أحد ولا يحاسبهم أحد. بقية الحديث ماذا يحدث؟ قال: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع، رواه الترمذي. أي عندما يكون ذلك تظهر هذه الصور الكئيبة، توقعوا زلزلة، خسفا أي الأرض تنخسف، مسخا أي يتحول الناس إلى بهائم وحيوانات، قذفا أي تأتي من السماء شهب ونيازك، وآيات أخرى لم يذكرها تتتابع كالمسباح الذي ينقطع، وتتبع الخرزة الخرزة الأخرى، هكذا تتتابع الفتن والبلايا. إذن النجاة أين تكون؟ النجاة تكون في الاصطلاح مع الله، والالتزام بالدين، والحكم بالدين، والتربية على العقيدة، والثبات على الإيمان. لا نجاة إلا بهذا الطريق. فقوله حق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حرر أرض فلسطين والمسجد الأقصى، وانصر المجاهدين، ونسألك يا أرحم الراحمين لأمتنا قائدا ربانيا يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعل شتاتنا جمعا، وضعفنا قوة، وذلنا عزا، وهزيمتنا نصرا، وخوفنا أمنا، ويأسنا رجاء، وقنوطنا رحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأخوة الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم إليكم إصدارها الثاني من سلسلة صفوة الترتيل، وهو قراءة مرتلة لسورة الإسراء بصوت الشيخ عرماوي عبد الرحمن الأندونيسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن